الرقم الرابع وجهه للمنطقة الفنية ديل ان كل الاندية متواجدة في هذا المنتخب، الاهلي متواجد، الاسماعيلي متواجد، انبي، لكن صافرة حد اننا بنقرأ افكار بعض. ادي كرة موجودة عرضها ممكن تشكل خطورة على طول الاستلام، في فاول موجود ولا لا؟ في فاول موجود بالفعل. المدير الفني لمنتخب المرة اللي فاتت، اين رأسك يا تريزيجيه؟ قول تاني ممكن، مش ممكن. وركنيات سمير في منتهى الخطورة والخروج الخاطئ كالمعتاد من ايدالسون كروز وتصويب كرة ملعوب في مساح، استلام من اسامة ابراهيم مرة تانية الهدف. امبي كان ممكن يجيب الجول الثالث، لكن اخيرا الحارس صالح ما بيشوطش بشماله، يبقى كوكا هو اللي هيصوبها. تصويبة على طول الثالث ممكن، قيم الكرة من امام اللاعب الانجولي من قبل، وترتد مرة ثانية للمنتخب الانجولي كريستيانو ناسامبو. طوب مساحة على طول هيتلعب العرضية، ابراهيم عرضية، تريزيجيه طويلة في مساحة في اتجاه اللاعب، عام 2013 ان شاء الله. كرة عرضية ملعوبة داخل المنطقة، كرة ملعوبة في مساحة، استلام من اسامة ابراهيم مرة ثانية الهدف من اللقاء. 24 دقيقة مرت على بداية أحداث الشوط الأول، وبنلعب في دقيقة 25. التقدم، اللاعب المحترف الوحيد على أرض الملعب، اللاعب المصري المحترف في الدوري البرتغالي أسامة. استلام من وحيد باب في مباراة انتهت. حسام حسن، أسامة إبراهيم بعرض الملعب، كرة أسامة. البلانكاس نيجرز واحد. كرة خلفية لياسر ابراهيم لاعب نادي المنصورة. يعني بقول لحضرتك انجولي راجل هادي تماما، قاعد يراقب اللقاء مع الورقة والقلم، بيعمل سكاب. تمريرة ملعوبة، استلام من اسامة لاعب نادي انبي، يفتح المجموعة الثانية بلقاين. نيجيريا امام مالي، مباراة كبيرة وصعبة لحد المنتخبين، لمسة لحد اليمين لصالح المنتخب تحت 20 سنة. طبعا الحارس مصعب لما فاز في النهائي على البرازيل، لمسه محاوله خطيره، عاوز يعدي عدى، ولكن تغطيه حلوه قوي من باك اليمين. وسام فاز فوز كبير 3-3 وتاهل للمرحله النهائيه. تقابل في هذه المرحله امام منتخب انجولا في الاتاتولا صالح رمع على اليمين، ولكن في البطوله الماضيه خرج بقول لكم من او احتل المركز الثالث. حسن احد يكتب اسيدو، لسه لاعب اسيدو الهجمه والعرضيه لك الدفاع، وعلي يفوق من اسامه ابراهيم الباك اليمين. اسامه على اليمين يتصل ناحيه على طول اسامه. النتيجه حتى الان لا اهداف ولا قائدا في اداء شباب مصر حتى الان. الباصه جميله المره دي، انطلاق عاوز يعدي، عدى فوق العرضيه في المباراه. استلام من اسر فؤاد العرضيه بتلخو قدام اسر فؤاد، العرضيه خطيره ولمسه دايما مصر والجزائر، دايما مصر مع الوقت والعرض. وكان لعيب ذو امكانيات كبيره جدا وفنيات رائعه، يقول ابو عتيق على الشمال جميل منتخب الكوره، ولكن بالقياس شفت طبعا العلم المصري مع العلم الجزائري في لفته جميله جدا جدا من الجماهير اللي بتتابع اللقاء. لمس على اليمين لاسامه ابراهيم، المحاوله مع عرض بنين، هجمة على الشمال لراسه. لقاء الجوله الثانيه في هذه المجموعه يوم الثلاثاء القادم من احمد رفعت. على اليمين تصل ناحيه الباك، تصويبه منتهى جماعية رائعة في أداء منتخب غانا، ولا فريق كبير. لمسة ناحية اليمين على طول ما طلع في نص الملعب حتى وقتنا هذا في الجزاء. كرة من 100 باصة جميلة والتحرك ممتاز، منتهى الخطورة وسام إبراهيم والعرضية والرأسية من أحمد حسن الكوكا، ولكن تعدي بصورة غريبة عجيبة، طلعت يدوب بجوار القائم الأيمن للحارس إيريك أنتوي، ولكن هجمة ممتازة جدا. عالمين تقدم يا حاج اسامه ابراهيم. اسامه كبير من شباب مصر في المباراه، لان منتخب غانا كره القدم عرضيه خطيره، لمسه ودفاع تقدم يا حاج اسامه ابراهيم. اسامه باك يمين، اسامه لسه اسامه والهجمه بحارس استلام على طول من منساه، العرضيه والراسيه الفاول بقدم لتشيمون، عرضيه قويه عاليه فوق الراسيه